أنا اسمي ميشيل خليفي، من مواليد الناصرة اللي في فلسطين، في شمال فلسطين، بآخر سنة 50. طفولتي كانت ككل أبناء شعبي كتير كتير صعبة، كنا ممنوعين نطلع من الناصرة بدون تصريح عسكري. أنا كبرت في عالم مغلق لكنه غني، وبما أنك أنت بتقدرش تطلع فأنت تجيب العالم عليك من خلال القراءة، من خلال الموسيقى، من خلال المسرح.